أما سؤالك عن صحة حديث أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، هذا هو حديث أبي هريرة عند أبي داود وسنده ضعيف، لكن يتضمن سنة الفصل بين صلاة الفرض وصلاة النفل بتغيير المكان. وإذا قال ابن حجر في الفتح تشهد له الأحاديث الأخرى، وقال الألباني ما صححته إلا من أجل الأحاديث الأخرى.